بالنسبة للتاسوعاء وعاشوراء يمكن أن تصومهما المرأة بنيتين، نعم نية القضاء، نية الفرض، ونية التطوع، جديد، فيحصل لها الأجران. نعم نعم، القضاء ينتهي والتطوع يحصل لها الأجر بالمناسبة. نعم، نعم الأخ علي بن زيد الشيخ، لكنها نعم أعتقد تفضل. سألت، هي سألت على أيهما يقدم، صحيح، الدين الواجب أو التطوعي؟ لا شك أن الواجب هو الأول جميل، دائما، هذه بصورة عامة، نعم سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في حج أو في زكاة، دائما الواجب هو الأول. نعم لكن المسألة اللي حكيت عليها هذه يمكن أن تدخل هذا في هذا.